في نفس القضية، في نفس القضية بتاعت سيرومبا أمام محكمة الاستئناف، أقول عليها بين قوسين تاني النقد أو التمييز رواندا، الخمس قضاة بصوا على الحكم أو الوصف، وصف سيرومبا كأنه محرض أو مساعد، وقالوا لأ ده لازم يكون فاعل أصلي. على أساس إيه؟ هم هنا شافوا، رأت محكمة النقد في رواندا إنه ليس من المهم إن سيرومبا لم يقود بنفسه الجرافة التي دمرت الكنيسة. هو سيرومبا ده هو اللي إدى تعليمات لصاحب البلدوزر الجرافة دي، خش على الكنيسة دي دمرها لي. هو مين كان جوه الكنيسة؟ كانوا توتسي قاعدين جوه الكنيسة مستخبيين، ما عارفين إن هما الهوتو هيجي يقتلوهم. فقالوا يبقى هو ده ايه الملاذ لهم، واخدين بال حضراتكم، ودخلوا الكنيسه. هناك في المدينه دي القس هو اللي ممكن الوحيد اللي يدي تعليمات ان حد يخش او حد يهدم كنيسه، محدش يقدر ابدا، وليه احترام طبعا كبير جدا جدا جدا. فشافت محكمه النقد الخاصه برواندا ان دور الكبير ده، وأقولها تاني، توصلت دائرة الاستئناف إلى استنتاج مفاده إن سيرومبا وافق واعتنق، اللي هو القس الكاثوليكي، قراره بتدمير الكنيسة لقتل لاجئي التوتسي، ولم يكن مساعدا ومحرضا فحسب، ولكنه أصبح الجاني الرئيسي، فلسفة قانونية تشريعية فقهية هم بيبصوا لها كده. هو سيادة القضاة والنواب العموم، معلش نكمل ونشوف كده احنا معاهم ولا مش معاهم. نكمل. قالت ايه محكمة الاستئناف؟ ورأت انه ليس من المهم ان سيرومبا لم يقود بنفسه الجرافة او الجرار او البلدوزر الذي دمر الكنيسة. اهم شيء عندهم في محكمة النقد ان سيرومبا مارس نفوذه الكامل على سائق الجرافة، الذي قبل سيرومبا كسلطة وحيدة واتبع توجيهاته. أنا أتوقف هنا. هو إيه بقى موضوع السيطرة على الجريمة؟ فاكرين حضراتكم في أحدى الصفحات أو إحدى الصفحات السابقة قلت لكم إن في نظريتين، منهم واحدة بتقول السيطرة على الجريمة، اللي هي فعلا بالإنجليزي اسمها Control over the Crime Theory، نظرية السيطرة على الجريمة. فهنا محكمة النقد بتبص تاني بتقول المهم إن سيرومبا مارس نفوذه الكامل على سائق الجرافة. هو في مثال احنا بنقوله او في مقولة بتتقال، الشخص الذي يسيطر على العقل يسيطر على باقي اجزاء الجسم. يعني لو انا قدرت اسيطر على عقل واحد بنفوذي، خلاص بقى انا هستخدمه، هقول له اقتل اقتل اعمل اعمل. فهم بيقولوا هنا في سيطره فعلا ونفوذ جامد قوي من سيرومبا هنا. سيرومبا ده ليس قائد عسكري ولا قائد سياسي، ولا ده عباره عن قص في الكنيسه، ولكن ليه الهيبه بتاعته. طب نكمل. طب ايه طب انتوا دلوقتي، طب يعني انتوا ايه فعلا، انتوا كسرتوا موضوع الركن المادي ان هو سيرومبا يتخذ مثلا انه يكون ايه ارتكب اي افعال من افعال القتل، هو لا هدم الكنيسه، طب ليه ما تقولوش ان هو امر؟ لا مش عايزين، هو الفعل الاصلي. طب نكمل. طب يا سياده القضاه في محكمه النقد في رواندا، طب ماذا عن القصد الجنائي؟ وجدت دائره الاستئناف ان سيرومبا كان يقصد قتل التوتسي، تمام، كما انه تصرف بالنيه المحدده، اللي هي طبعا حضراتكم اتكلمتوا عنها في محاضره سابقه، اللي هي اسمها specific intent، القصد الخاص المتطلب لتدمير مجموعة التوتسي كليا أو جزئيا، وهكذا. وسعت دائرة الاستئناف في سيرومبا، قضية سيرومبا، من نطاق الارتكاب، وهو أسلوب المسؤولية كان حتى وقت قريب مخصصا بشكل أساسي للجناه الفعليين الذين يقوموا بإتيان إحدى الأركان المادية للجريمة. ده طبعا تفسيري، ولكن ده اللي قالت عليه المحكمة الجنائية الدولية، إن هم التوسع في تفسير المفهوم ده، ده طبعا ده أنا بصيغها كده هو، ولكن كل الكلام ده فعلا محكمة النقد في سيرومبا أو الاستئناف زي ما هم بيقولوا عليها
توصلت إليه وتوسعت في تلك المفهوم. ومن ذلك الوقت ولدينا نظريات جديدة في الفقه الجنائي الدولي اسمها المشروع الإجرامي المشترك، ورأينا هذه المادة موجودة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مع تغيير بعض الألفاظ والعبارات، ولكنها لم تمت. يعني واحد يقول لي لا محكمة يوغوسلافيا خلاص توقفت هنا هوت، ورواندا توقفت خلاص عن العمل، ما إلا اللي هي بعض القضايا الصغيرة اللي هتظهر، حتى في قضية هتظهر يوم 7 النهاردة، أنا بتكلم يوم 6 يونيو، في 7 يونيو هتظهر، 7 و11 في قضية كبيرة قوي هتظهر بتاعت الجنرال اسمه ميلاديتش اللي هو كان مسؤول عن مذابح المسلمين في يوليو 1995 في دولة ومدينة صغيرة، تاون، بلدة صغيرة اسمها سريبرينيتسيا. ده بكرة هيكون فيه الاستئناف او النقض، هيقول الحكم بتاعها. يعني محاكم يوغوسلافيا توقفت خلاص عن العمل، ومحاكم رواندا ما بقي اللي هو بعض قضايا قدام محاكم النقض عندهم، تم انشاء آلية اخرى بتحقق في او بتتابع المحاكمات دي فقط، وخلاص انتهت يوغوسلافيا ورواندا، انتهى العمل. زي ما دلوقتي بيقولوا، في ناس بيقولوا هينتهي كمان عمل المحكمة الخاصة لبنان نظرا لبعض مشاكل في الميزانية. ارجع واقول، هل المحكمات دي ما انتهت والقضايا دي انتهت معناها ان النظريات اللي هم اتوا بيها دي يعني زي ما نقول خلاص انتهت معها؟ لا طبعا، ده النظريات دي في ناس بيقولوا اصبح المشروع الإجرامي المشترك ده يعني يمثل جزء من القانون العرفي الدولي، خاصة الفئة الأولى والثانية هنتكلم عليه. طب أرجع تاني لنفس السؤال، أنا أثبتت لكم الوقائع والقانون وإزاي المحاكم الابتدائية في المحكمتين اختلفوا، آسف، حكموا، ولكن الاستئنافية اللي هي أعلى درجة قالت لأ الكلام ده غلط، ما يمشيش معانا بالطريقة دي. يعني ايه واحد هو اللي خطط ونفذ وآسف يعني ادى التعليمات، ازاي ده يبقى محرض؟ لا، الاسكوسيس ده هو الفاعل الاصلي وتوسعه. وفي موضوع تادش، يعني ايه ما كانش على مسرح الجريمة؟ ده هو اللي خد الناس دي اصلا وراح، مش معناه ان هو اختفى شوية والناس ماتت يبقى هو يطلع من القصة دي. هندخله تحت المظلة اللي سميناها المشروع الإجرامي المشترك. نرجع ونقول طب ما هي الطريقة العملية التي تبنتها تلك المحاكم للوصول او للتوسع في تفسير مادة قانونية؟